حوار سديد هذا ابو عبد الله تجمل علومه شيمة تعليم قامه عند قومه والنصيت ابو علي اشهد انه مطلق وعيش هامه وابو محمد ما عقدك وعزومه من سلومه للوفا يبني سلومه له مقام معتلي في مقامه للمروه والكرامه عمك اللي جود كف راس ماله هذا ابو عبد العزيز الطيب يا سعود اسمع لمضمون الرسالة الرجال اللي لهم علم وقالة نشهد عندك رجال والراجل منهم كما الطروز باته والله اني ما نسيت اولاد عمك يا سعود اشمخ براسك وانسى همك طاب حظك يا سعود والنشامة من يسار ومن يمين وانت وافي والوفا يجري بدمك يا مقام الطيب والفرحة عمك ما للفرحة لا الشكر موصول الأخوان وجيره كل من جانا ودعنا كثر خيره من كبير ومن صغير والكفون اغليه ونقدر وصوله